بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع الوحدة الرابعة دائما. هذه المرة راح نتعرف على ثابت الحموضة، واللي نرمزو له كا، لا كونستانت داسيديتي. ثابت الحموضة لثنائية حمض أساس. أعزائي الطلبة، نعبر عن تفاعل حمض للثنائية HA يعني الحمض تاع الثنائية هذه، تفاعل تاعها مع الماء نعبر عنه بالمعادلة التالية: HA مومية حمض زائد الماء اللي هو H2O اللي هو سائل، تعطينا الأساس المرافق زائد شاردة الهيدرونيوم H3O بلس. هذا التفاعل هذا نعبر عنه بالمعادلة التالية، صح؟ هذا التفاعل أو يسمى ثابت التوازن الموافق لهذه لمعادلة التفاعل، نسموه بثابت الحموضة، يعني ثابت التوازن لهذا المعادلة نسموه بثابت الحموضة للثنائية هذه، واللي نعبر عنه بها بالعلاقة التالية، أي كا اللي هو هذا ثابت الحموضة يساوي التركيز نهائي عند التوازن بالطبع للأساس المرافق مضروب في التركيز شوارد الهيدرونيوم النهائي على تركيز الحمض النهائي، يعني كي نقولوا اف معناها عند التوازن. وهذا ثابت الحموضة كما اللي سبقوا هو كيفاش نقولوا، هو مقدار بدون وحدة، هذا مقدار بدون وحدة، صح؟ عمليا أعزائي الطلبة نستعمل هاتين العلاقتين أو هذا التكافؤ، حيث كا تساوي 10 قوى ناقص بي كا كما اللي جازوا، يعني تكافئ بي كا يساوي ناقص لوغ كا. وهاتين الثابتتين أعزائي تتعلق بدرجة الحرارة فقط، تتعلق بدرجة الحرارة فقط. لنرى الأمثلة، بعض الأمثلة إن شاء الله. نبدأ بالمثال الأول، مثلا بالنسبة للثنائية CH3COOH حمض الإيثانويك، و اللي هو حمض و الأساس ل CH3COOO شاردة الإيثانوات. هنا راهو عندنا حمض ضعيف، إذن لو جينا درنا كتبنا ثابت الحموضة كا يساوي ماذا؟ لاحظ الفوق، الله أكبر على الحق، أذان العصر ينادي، نلتقي إن شاء الله بعد صلاة العصر. أنا عاود ترجعت، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. إذن هنا كا واش تساوي؟ لاحظ الفوق، تركيز تاع شاردة الحمض الأساس المرافق في شاردة الهيدروليوم على الحمض، معنى أن تحت واش نكتبو؟ نكتبو التركيز كا ثابت الحموضة يساوي التركيز تاع شاردة الإيثانوات CH3COO- في نال بالطبع في التركيز تاع شاردة الهيدرونيوم H3O بلس، ايوه هكا، على التركيز تاع الحمض CH3COOH ضريب فينا، هذا هو ثابت الحموض، صح؟ طلعتو هكا. عند انحلال هذا الحمض أعزائي، أي حمض الإيثانويك في الماء، راح يحدث توازن،
ونعرف باللي معادلة الانحلال تاع الحمض هذا وكتبناها شحال من مرة، سي أستر و سي أو أو أش مومية زائد مع أو مع الماء أش دوزو سائل تعطينا سي أش تروا شاردة الإيثانوات، سي أش تروا سي أو أو موا مومية زائد شاردة الهيدرونيوم، صح مومية. لو جينا وكتبنا ثابت التوازن، ثابت التوازن صح، ثابت التوازن يساوي ماذا؟ يساوي جداء تراكيز النواتج، أي سي أش تروا سي أو أو موا أكو، لا لا ما يديروش أكو هنا، أديش ذاك ديرو أستاذ، فينال في شاردة الهيدرونيوم تركيز تاعها بالطبع فينال، على يعني عند التوازن، على ماذا؟ على التركيز أو جداء تراكيز المتفاعلات. لهنا الماء نعتبره يساوي رقم واحد، إذا نكتبه سي أش تروا سي أو أو أش فينال. وش نلاحظ؟ ماذا تلاحظ؟ يعني لاحظ بين هذه، شوف بين هذه هنا وبين هذه ماشي راهم متساويين كيف كيف؟ إذن نلاحظ أن ك يساوي ك أ في الحالة هذه، ها؟ يعني ثابت الحموضة هو نفسه ثابت التوازن عندما نحلل حمضا ضعيفا في الماء. هذا الأمور كي نتكلم لازم تحل وذنك مليح وش راني نقول، يعني ثابت الحموضة كا هو نفسه ثابت التوازن، ها؟ عندما نحلل حمضا ضعيفا في الماء. هذه هي النتيجة اللي خرجنا بها، معناها خرجنا بهذه أشفع لها، خلاص صح. الآن نشوف بالنسبة للثنائية N H 4 بلس و ان اشطر و اللي هو النشادر وهو اساس ضعيف، صح. كاين حاجه ديروها في بالكم، انه في حاله الثنائيه اللي تكون من النوع اي بي اش بلس وبي كما هذه اللي امامنا، هنا نكتبوا معادله التفاعل تاع الحمض هذا، مثلا عندنا هذا هو الحمض، ها، تاع الحمض هذا مع الماء، تكون على الشكل التالي، تكون بي اش بلس اكو اي مومية زائد الماء اش دوزو سائل يعطينا الاساس، ها، وزائد شاردة الهيدرون اش تروا او بلس، يعني تقدر تقول كما الاولى، صح كما درنا مالها. إذن لهنا ثابت الحموضة في هذا الحالة كا راح يكون يساوي الأساس، ها، تركيز الأساس في تركيز شاردة الهيدرونيوم، ها، عند التوازن بالطبع على الحمض. يعني نفس الشيء، نفس الشيء كما رأى الحمض دائما راهو في المقام، صح. هذا بالنسبة للشاردة هذه ضريبية، أو نقدر نقول بالنسبة لكامل الشوارد اللي يكونوا ثنائية تاعهم من هذا النوع. إذن لهنا نكتب معادلة انحلال النشادر في الماء، راح تكون NH3 زائد H2O، ها، L، صح. واش تعطينا؟ تعطينا NH4
كات بلوس ها زائد اش او. اذا هنا راهو عندنا هذه المعادله اللي كتبتها نعكسها مشي هكذا ها، يعني ما يشرح هذه معادله تاع الحمض كيتفاعل مع الماء، لكن انا عندي الاساس هو اللي يتفاعل مع الماء وليس الحمض. اذا هذه تنقلب، هذه كيف كيف، وهذه تروح مكاش. اذا هنا شكون اللي يتفاعل مع الماء؟ هو الاساس بي اكو يتفاعل مع الماء. واش يعطيني؟ يعطيني الحمض المرافق زائد شوارد الهيدروكسيد. سي بون صح، بالعاني حطيت هذيك باش نفهمكم، لانه الاولى تفاعل الحمض مع الماء، لكن الان لا، على حسب المعادله اللي كتبتها هو تفاعل الاساس مع الماء. صح. لو جينا كتبنا ثابت الحموضة، ثابت الحموضة كا يساوي التركيز تاع الأساس الأش تروا في نار مضروب في التركيز تاع، لاحظ دائما نديرو يعني نتبع هنا، لاحظ مضروب في تركيز ماشي في التركيز تاع هذا، فالتركيز تاع شوارد الهيدرونيوم أستر و أو بلس. باش ما تغلطش روحك انتبه، في ثابت الحموضة مضروب في التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم وليس شوارد الهيدروكسيد على الحمض NH4 بلس. طريبي اكتبوا لي ثابت التوازن، هذا ثابت الحموضة وكتبوا ثابت التوازن. ثابت التوازن واش يساوي؟ ثابت التوازن جداء النواتج، يساوي جداء النواتج. صح، جداء النواتج هو التركيز تاع ان اش 4 بلس. لاحظ انه ماشي كيف كيف، ماشي كيما درنا مع الحمض الضعيف، هذا اساس ضعيف تختلف الامور. ثاني النواتج اش او موا فينال، جداء النواتج على جداء ماذا؟ جداء المتفاعلات. الماء ما ندوش، الماء يساوي واحد، يعني التركيز تاع ان اش تروا مضروب في واحد فينال. شوف الاختلاف بيناتهم ماشي كيف كيف. اذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن لو جينا درنا كا وضربناه في كا واش تعطينا؟ تعطينا هما مضروبة، أنا قصيتهم ديركت وحطيتهم. شوفوا مليح لهنا، عندنا كامل راهو ضرب، ضرب هنا ضرب اللي هي ضرب كذا. عندنا هذيك الآن أشطروا التركيز تاعها يروح مع الآن أشطروا، راح الان اشكات راح مع الان اشكات. واش يبقى لنا؟ تبقى لنا انه ك ا ثابت الحموضه في ثابت التوازن يساوي التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم عند التوازن مضروب في التركيز تاع شوارد الهيدروكسيد عند التوازن. صح، هذا فاش يذكرك؟ هذا يذكرنا بجداء الشاردي للماء يساوي كا او. اذا واش نقول؟ انه عند انحلال، عند انحلال اساس ضعيف في الماء في الماء فان راح يكون عندنا اي كا ا في كا يساوي كا او. مرة اللي جازت المثال اللي قبله انحلال
حمض ضعيف صبناه باللي يودي كا يساوي كا ثابت الحموضة يساوي ثابت التوازن، لكن عند انحلال أساس ضعيف في الماء وجدنا أنه ثابت الحموضة، الجوداء تاع ثابت الحموضة وثابت التوازن يعطينا الجوداء الشريدي. لنرى الآن أعزائي العلاقة بين الـ pH والـ pKa. انتبه، وشفنا وش قلنا من قبل أن ثابت الحموضة يساوي التركيز تاع الأساس عند التوازن مضروب في التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم أشطر وأو بلس عند التوازن على الحمض، على التركيز تاع الحمض طريبيا صح. لو جينا هذا العلاقة يعني بتطبيق اللوغاريتم العشري اللي راني داير عليه فيديو، اللي ما وش فهم اللوغاريتم العشري راني داير فيديو مع هذا الفيديوهات تاع الوحدة الرابعة، يعني نطبقوا هذا اللوغاريتم العشري على طرفي هذه المساواة اللي راهي أمامنا، يعني أوتوماتيك مندخلوا منا ناقص لوغ، يعني تدير اللوغ ومن بعد تزيد له الناقص بوند ضربة واحدة ناقص لوغ، ناقص لوغ كأ. علاش ناقص لوغ كأ؟ لأنه يساوي البي كأ، هذا مكان تساوي ماذا؟ ناقص لوغ هذه كامل نجينا نقصها كيما راهي ما نضلش نكتب فيها هكا فوالا، هذه كامل نحطوها بين قوسين ناقص لوغ كامل هذه صح طريبيا. يعني لو طبقنا الخاصية تاع اللوغاريتم العشري اللي تشفاو لها لوغ أ في بي، لوغ أ بي أي تاع الجوداء واش تساوي؟ تساوي لوغ أ زائد لوغ بي طريبيا زائد لوغ بي. هنا نعسر وحنا هنا عندنا الناقص صح، لو كان نجو نكتبو هذه على الشكل ناقص لوغ وتولي هذه التركيز تاعها على هذه التركيز تاع الحمض هذا ايوه في نار مضروب في التركيز تاع أشطر وأو بلس طريبي، يعني هنا ينطبق علينا لوغ أ في بي، حاب يقول هال أ وهال بي صح، لكن كاين الناقص احذر كاين الناقص ورا اللوغ طريبيا. شوفوا مليح كيف تتعاملوا مع كي تكونوا في أمور كيما هذه، أنا ما ننجم نعطيك مباشرة العلاقة قال تساوي كذا ملخص شامل وتربح، لا لا لازم تعرف منين جات، كي طلع الجامعة بإذن الله ما تحصلش في البكالوريا ما تحصلش. هنا واش تولي لنا هذه واش هي؟ هذه بحد ذاتها هي البي كا ا، تفهمنا لهنا صح، تولي لنا البي كا ا تساوي ناقص لوغ مضروب في ذي، تولي لنا ناقص لوغ اشطر و او بلس فينال وناقص لوغ يدخل عليهم الناقص لأن تولي لنا لوغ هذه زائد هذه لا والناقص يدخل عليهم للزوج صافي لوغ أموا على الأساس عند التوازن والتركيز كذلك تاع الحمض عند التوازن طريبيا. فهمتوا كيفاش ولات؟ لاحظ شوف كيفاش ولات، الأولى عندك هذه واش هي؟ ناقص لوغ التركيز هذا واش يفكرك؟ بي اش، هذا واش هو؟ هو بحد ذاته البي اش، إذن البي كا يساوي بي اش ناقص لوغ نفس الشيء تركيز تاع الأساس على التركيز تاع الحمض عند التوازن صح صح.
إذن من خلال هذه العلاقة اللي كتبنا نحوسوا على البي إلا كان عندنا البي أش ننجمو نعرفوش علي يكون عندنا البي كا أ. لكن عندنا البي أش وعندنا التركيز تاع الأساس التركيز تاع الحمض نعرفو البي كا أ. لكن لو كان يطلبوا مني البي أش البي أش ما عنديش البي أش وطلبوا مني البي أش وكان عندي البي كا أ. إذن تساوي حاجة سهلة هذه تروح في الجهة اللي ملهيه تولي بالزائد تولي البي كا أ زائد لوغ تركيز تاع الأساس عند التوازن أعلى التركيز تاع الحمض عند التوازن تكور صح. نشوفوا الآن بالنسبة للماء. الماء قلنا باللي عنده تفكك ذاتي ومرة يكون حمض مرة يكون يعني يلعب زوج مرات ومرة يكون أساس صح. نبدأ بالثنائية الأولى بالنسبة للثنائية أشتر وأو بلوس وين يكون الماء أساس أشتر صح. هنا الماء راهو أساس صح. هنا عندنا المعادلة معادلة التفاعل يعني يتفاعل الحمض أشتر وأو بلوس شورد الهيدرونيوم مع الماء أشتر سائل تعطينا نفس الشيء تعطينا H2O لأنه حمض أساس مع يعطينا شوارد الهيدرونيوم يعني كيف يقول لك ذيك لعب أحمد والرشام أحمد يبقى هو هو يدور عندي هنا. إذن ثابت الحموضة كا يساوي وش يساوي ثابت الحموضة في هذا الحالة راح يساوي الحمض أشتر و أو بلس فينال على ماذا؟ على أشتر و أو بلس فينال. علاش؟ لأن كي نحطو الفوق الماء والتحت الماء الماء يروح مع الماء تولي لنا هذه الثلاثة ومدام هذا كيف كيف إذن واش يساوي؟ يساوي و ثابت الحموضة بالنسبة للثنائية هذه يساوي واحد أي البي كا أ بي كا أ تاع الثنائية هذه عندما يكون الماء أساس تساوي ناقص لوغ كا أ أخي هكذا إذن تساوي ناقص لوغ واحد لوغ واحد وش يساوي؟ يساوي الصفر. إذن بالنسبة للثنائية هذه عندما الماء يكون أشفى مليح عندما الماء يكون أساس أشفى عليها مليح ثابت الحموضة يساوي واحد والبي كا أ يساوي صفر سيبو صح. شوفوا في الفيديوهات هذو ما خليت لكم حتى حاجة بس تكونوا في الصورة رغم أن الناس راحت أو الإقبال ضعيف جدا جدا وذيك المرة قليل اللي فهمني أنا مانيش نحوس على عدد المشاهدات لأن تغيظك أنك تحط الفيديو يعني وافي من كل شيء ما خليت حتى صغيرة ولا كبيرة لكن قليل اللي يعرف صلاحه والخبر بإذن الله يجيبه توالا هذا ما يقولوا الناس بكري لا حيانا ربي أش دوزو يكون حمض هنا أشقو ثقوا تماما اللي تبع هذا الفيديوهات من الأول حتى الأخر وزاد تطبيق حل البكالوريا السابقة ويكون على باله وشن هي المحذوفات أنا حطيتها لكم في المدونة وحطيتها لكم في الجروب ما أدري كاين دي جروب وين كي نحط نحاوني نهائيا كامل الأساتذة يحطوا ما ينحاوش كي نحط أنا لا يحفظوا يشتروا تحسب كان عندهم حساسية أم حاسبيني كما قتلي وحدة راك تسلك يا أستاذ قتلي إيه راني نسلك من عند رب العالمين خلينا ما نهضرش يوجعك قلبك بورتون اليوتيوب تاع أمريكا مزيا اللي جا تاع أمريكا ماكم رام جولية للدار ما نينش
نكتب معادلة التفاعل، ثم اللي راكم تتبعوا فيها ثقوا تماما، والله راني حلفت باللي بإذن الله إذا كنتوا من الفيديو الأول حتى لهذا حتى اللي راهو جاي نزيدوا التطبيق ومن بعد نزيدوا نكملوا مع الوحدة الرابعة، ندخلوا غير في التمارين، ثق تماما أن الوحدة الرابعة راه في جيبك بإذن الله، ما عندك حتى إشكال. شوف ما خليت لكم لا صغيرة ولا كبيرة، كاين أمور وين ترجمتهم من اللغة الفرنسية باش تكونوا في الصورة، حتى تروح للجامعة بإذن الله ما عندكش إشكال، لأني أنا نعرف كي يجي الطالب بالترمينال يجي للمدرسة العليا عندنا ولا في الجامعة كيفاش يجي، أنا عارف بهذا الأمور كيفاش يجي، لذلك راني نوجد فيه باه يجي كيما تشبشاق المعمر ماشي كيما تشبشاق الفارغ. كاين اللي طلع الجامعات تشبشاق فارغ، ربي يجيب يقربع من كل جهه واللسان خارج ويلفلف وانا كذا توالو اك ناقص، ما طلعش ناقص. نتوما لكم تبعوا فيا وتسمعوا فيا ان شاء الله تطلعوا كيما تشبشاق ذاك المعمر، يعني مثال ما يقربعش، ساكت ويجيب النتيجة بإذن الله، لأنه الجامعة سي با فاسيل ما تكونوا في الصورة. اللي عنده اللي يطلع ناقص للجامعة ماهيش سهلة، وزيد بالفرنسي ها من العام اللي فات كان ما خلاو لي ما بقاو لي على ندير مصطلحات بالفرنسية، أو أستاذ لغة الاستعمار لغة كذا ورايحين الشيوخ ولونجلي با 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 سكتوا ضربة واحدة، سكتوا واحدة مرة قالت لي يا أستاذ على راك تدلهم فرنسي وانت كذا، قلت لها واش مستوى عندك؟ قالت لي يا ودي هذه المعادلة تاع ثنائي، قالت لي يا ودي أنا عندي الماستر في ما نقول لك بيولوجي ولا أيوة، قلت لها عندك ماستر؟ قالت لي إيه صح. قلت لها يا ودي الماستر انت لحقتي الماستر باش قريتي الماستر؟ قالت لي باب اللغة الفرنسية. يا انت طفرتيها لحقتي ودرتي باللغة الفرنسية ها، وهذو مساكن انا وليت مجد لغة الاستعمار، وقالت لي دلهم لونجلي على لونجلي هو الاستعمار الاول ها، صار انت طفرتيها وديتي الماستر تاعك وكذا ومن بعد درك ابدا، لانه قلبها كان يوجع فيها برك هذا مكان، الله يحفظه ويستر. نتمنى لهذا النوع تاع العباد الشفاء، الحمد لله اللي ربي ما خلقنيش انا وانتم اللي راكم امامي من هذا النوع، كي ما تكونش من هذا النوع احمد ربي ليل ونهار، احمد ربي لانه مرض الله يحفظه ويستر. ايه هي تي طفرتيها، خلي كي طفروها ويقراو يقراو قريب قلت كلمة، يقراو بالجابونية يقراو بالشنوية يقراو ناس راي في الصين بعثتهم الدولة الجزائرية يتعلموا اللغة الصينية، حتى فرنسا بعثت ناس تعلم لأن راهم على حسب التطور، ومن بعد تصيبوا كاين ناس من قبل كنت أن نقريهم. يعني هنا شوفوا في الثنائية بالنسبة لكي يكون الماء يكون حمض، لاحظ نفس الشيء كاء نفس الشيء، واش وجدناه؟ وجدناه أنه يساوي الجوداء الشاردي للماء، هو نفسه الجوداء الشاردي للماء. قلت لك كنت ندير ليكور في واحدة البلاصة، عمري ولا درت، المهم عمري درت ليكور بالدراهم، نجي من خدمتي ولاد حومة في ألجي في باينام بالضبط، اللي يعرف باينام الحمامات، إذن عندها 25 درجة مئوية نجد، اللي ما عجبوش الحال كيراني نهضر درك في هذا الفيديو يغلق الفيديو ويروح من بعد يرجع صح. أنا نحكي مع الناس اللي يتبعوني يحبوني ونحبهم وأنا نتحاك. قلت لك كنت ندير لهم ليكور، وكما قلت لكم كي نجي من الخدمة تاعي، وخدمة يعني بعيدة على الدار وكذا، ندير لهم ليكور وكذا نعاونهم لوجه الله، يعني بالله كانوا مساكن بالجمعة
يجيبوا لي الطعام، يجيبوا لي كذا، يعني ما ننساش الخير تاعهم، خاصة في شهر رمضان، لأنه الدار ما كانوش معايا في ذيك البلاصة. إذن لاحظوا هنايا البيكا تاع الثنائية الأولى، نكتبوها بالأسود باش تبان. البيكا تاع الثنائية الأولى صبناها 0، تاع الثنائية الثانية صبناها 14، ها الكا تاع الثنائية الثانية صبناها 10 قوة ناقص 14. نكمل لكم، قلت لك كاين اللي فيهم كان يقول لي فرنسا ودايره، يا ودي نقول له استعمار استعمار، واللغة لغة، ان اللغة الفرنسية راهي لغة سويسرا. انا ديجا زرت سويسرا عدة مرات، وكاين فيها اللي يتكلموا الفرنسية الألمانية إيطاليا، وحد اللغة جاية من جهة ليشتنشتاين الحدادة تاع النمسا، صح. عادي كندا يتكلموا اللغة الفرنسية، كاين دول بزاف اللي يتكلموا اللغة الفرنسية، وكذا وكذا. أمنوني غير راهم عايشين في فرنسا هذوك الطلبة اللي كانوا بون، كاين فيهم اللي كانوا اللي تخرجوا، كاين اللي قراو عندي في ديدوش، داروا لي كور عندي، كنت ساكن في ديدوش مراد في وسط العاصمة، داروا لي كور عندي ومجانا، نعاودها لوجه الله، ربي هو اللي جازي، عمري ولا خلصت في لي كور، أو الناس علاه راهم مضرورين. إيبا راهم الحمد لله، كاين اللي راهم جراح، كاين اللي راهم كاين سبعة راهم دي شيروجيان في باري، كاين اللي راهم ضباط سامين في الجيش، كاين اللي واحد راه في نيوجيرسي في الولايات المتحدة، راه واحد راه في أستراليا، واللي كانوا يقولوا لي على فرنسا يعني هذو تاع هنا هذو اللي يعني نحكي عليهم مقدم، راهم عايشين في فرنسا. وعلى رحت لفرنسا فهمتوا شوفوا المعنى واش راني نحكي، زملك تفرق بين الاستعمار وبين اللغة. كاين ناس يبقى يهب فيك وما تديرش وكذا والدايره والعامله، قسما بالله كاين ناس يقول لك هذاك المسؤول داير عامل كذا، يا طولو هو المسؤول، اقسم لكم بالله يجيبوه من الصرحه، يا طولو مسؤول يدير بير على واش هو داير هذاك، لانه هذاك ثاني خرج كيما هو. انا نوريكم ابنائي باش ما تطلعوش بذيك العقليه، عقليه فاسده، عقليه روطار، عقليه روطار، طلع ناضج والحمد لله. الان سمحوا لي لا طولت عليكم في الهضره لانه في صالحكم. الان راهي في عندك مثلا تليفون ذكي، ولا عندك ميكرو انترنت، ما تستغلش لك الانترنت في التفاهات، زملاء تاعك يظلوا معك في الكلاسه وما تكي تحك الدرا، ايه اش قلتي اش قال لك اش كذا، ايه صح، يبدا يجيب الزوج تاع اللي ثلاث ولا قرايه، ما تكونش من ذاك النوع. انا منين ذاك ندخل ندير لي ريشيرش كذا باللغه الانجليزيه، دخل الولايات المتحده وخاصه باللغه الفرنسيه كندا، ايبا ما شاء الله والله، منين ذاك هاد التمارين اغلبهم ترجمهم لكم باللغه الفرنسيه، يعني اللي تشوفوني كتبته بخط ايدي عرفوا باللي راني جايبه تمرين خارجي. فطنوا ابنائي فطنوا، لان احنا خلاص ويا ماتنا، يعني رانا عايشين حتى ربي يدي امانته، كل واحد والجيل الاجل تاعو، صح ان شاء الله ربينا ربي يدينا سالمين. درك نتوما حنا كنا درك كيما حنا اشبال الثوره، ودرك راهم اشبال الامه. انا عندي كامل ابنائي، لانه اشبال الامه منين جاوا؟ جاوا منكم. ها واش عندنا واحد المثال نقولوه، خير خلف لخير سلف. إذن أعزائي كونوا أنتم، ثم لكم تقابلوا فيا، أنت لك تقابل فيا، كون خير خلف. عمري ولا كرهت وطني، ما قري رحت الخارج وما زال بإذن الله راح نروح ثاني في مهام أخرى بإذن الله، وبلك فرنسا بدري لكتب ربي، بالصح
وطني. راني في قريب نقفل 61 سنة، الجزائرية اللي رفضتني. شكون أنا؟ أنت اللي راك تحل فمك الجزائر داير. إيه الجزائر إيه رفضتك بشرك وبخيرك. نعم روح روح الماريكان روح، بس تبقى الجزائر هي الجزائر. كذب عليك. ما عنيناش اليوم، راني يعني راني فرغت قلبي وهدرت نهدر. رانا كم ما جيتش نحبكم ونعزكم أبنائي بناتي، ما نهدرش كامل هذا الكلام. دير الدرس يربح، ما تبعونيش أغلق جد هذا القناة. ما جاني منها ولو، جاني منها الأجر من عند رب العالمين. هذا فاش نطبع بإذن الله. نظن نتوقفوا عن هذا الحد، لأنه الفيديو راه فيه 35 دقيقة، ونكملوا في الفيديو المقبل. السيدي واش قلقنا الفيديو المقبل؟ ماشي راني باش نكمل لكم، راني نفرشي على روحي. لاحظوا البارح الجمعة حطيت لكم فيديوهات يوم راحتي، واليوم السبت كانت عندي بعض الانشغالات وكذا إلى آخره، وجيت وحطيت لكم زوج فيديوهات اليوم السبت. بالكم بعد نزيد لكم الثالث والرابع، بنكملوا الوحدة الرابعة هذه إن شاء الله، يعني تضحية بالراحة تاعي راكم تشوفوا. صح. إذن أعزائي حتى نتلاقوا بإذن الله في الفيديو المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.